باركه في الدار وليدي ما عليا ما بيا صايمه وباركه نصايف فطوري. اعتجوا قالوا لي دقت عليا واحد المراه قالت لي نوضي نوضي، قالت لي بنتك راه ميته في الشانطي. طلعت وليدي اش نقول لك، ما عندي ما نقول لك، لقيتها ميته في الشانطي صافي. ما صبرش نطلب من سيدنا يعطيني حق بنتي، نطلب من سيدنا يعطيني حق بنتي، الله ينصر سيدنا يعطيني حق بنتي. ما صبرش على بنتي، ما عرفت انا ديك الدريه تخرج ليا. طلبت عليها وتمحنت عليها، ما خليت ما درت عليها ولدي. ما عرفتي شكون دير؟ ما عرفتش يا ولدي، ما عرفتش يا ولدي شكون داير. ربعة العملية دا ولدي ما نقدرش تتنفس، ربعة شهور خمس شهور وانا نعسة في الميريزكو، وهاد الدرية تقرا عليا في المدرسة نترجاها هي اللي عندي، غصبوا عليا وخلوني بلاش يا ولدي. واش غنقول لك يا ولدي؟ 14 عام انا بغيت بنتي، انا بغيت بنتي ما صبرش عليا، انا بغيت بنتي ما صبرش عليا، انا بغيت حق بنتي. المنكر في الدوار، المنكر في الحي، المنكر ولدي. انا بغيت بنتي، انا بغيت بنتي. خويا انا كنت خدامه وعيطوا عليا قالوا لي راه اختك ماتت. منين قربت اخويا نوصل سولتهم قلت لهم مالها، حيت هي كانت ما مريضه ما والو، كانت صحيحه. قالوا لي راه قتلها واحد، راه تعرض لها شي واحد كان جاي من المدرسه وقتل اخويا. قال لك كان تيجر فيها باغي يخرجها لجد الزرع، ملي ما بغاش تخرج ليه صافي قال لك ضربها جوج ضربات البزوله جيت القلب. هادشي اللي كاين اخويا، ما عرفناش شكون، يعني ما عندناش شي عداوه مع شي حد ولا هي، فهمتي؟ كاع الناس تيشكروها، حتى من الدراري دابا الدراري اللي تيقراو معاها كاينين هنايا في القياده، كلشي تيجبد عير بالخير. يعني ما عندهاش عداوه مع شي حد، على ما قالت المراه قالت لك كانوا ثلاثه، قالت لك جوج سبقوها وواحد هو اللي تشعد عليها، هو اللي كان كيجر فيها هو اللي ضربها. قالت لك وما قدرتش تشوف الوجه ديالو حيت كان بعيد عليها بزاف، كان بعيد عليها بواحد المسافه صافي. قالت لك ملي ما بغاش تخرج ليه الشانطي بقات كتغوت، ما بغاش تخرج ليه من الشانطي. قالت لك جبد الموز، قالت لك ضربها جوج ضربات صافي ومشى خلاها منشوره في الشانطي ومشى خويا. هادشي اللي كاين، منين جات لابيلونس لقاتها صافي، لقات صافي فات الفوت، لقاتها صافي ماتت خرجاتها صافي. الوالده ديالي منين جات لقاتها مجبده في الشانطي ومغطيين. هادشي اللي كاين اخويا، حنا كنطالبوا غير بالحق ديال اختي. هذيك راه روح اخويا ماشي حيوان ولا شي حاجه، بغينا هذا اللي قتلها لنا العقاب ديالو، بغينا كيف ما كيف ما ديال الاختي هاد الحاله، بغينا حتى هو يتعدم حيت غادي يخرج غدا ولا بعدو غادي يدير، غادي يدير لواحد اخر حتى هو بحال هكا. راه هذيك راه روح اخويا، راه اليوم عندنا وغدا عند واحد اخر، حاليا ما عرفناش شكون، ولكن منين غادي يلقاوه بغينا ينال العقاب ديالو خويا. هادشي اللي كاين، سولوا استجوبونا، قالوا الوالد عندي وجابوا شي دراري تيقراو معاها وشي وحدين تيسكنوا حدانا، وباقي ما عرفوش اخويا شكون، باقي تيستجوبوا فيهم، باقي ما حاليا ما عرفوش شكون مول الفعله. عندها اخويا طالعه في 14 عام، مازال صغيره اخويا. عرفتي جات ماشي زعما يعني جاتنا صدمة، ماشي ما توقعناش اخويا بصراحة، هادشي ما توقعناش هاد الصدمة والله العظيم. الوالدة عندي فاتحة دايرة ربعة العمليات، ما صبراتش حيت هي اللي كانت مقابلها، وهي اللي كانت كتبدل ليها وتصبر ليها وكانت مقابلة ليا بنتي. يعني ماشي صدمة خويا، دايرة فوق الصدمة اللي هي تنطالبو سيدي عير بالحق ديال اختي، بغينا هنا العقاب ديالو، الله ينصر سيدنا. هادشي اللي غنقول لك اخويا، بغينا هنا العقاب ديالو، كيف ما قتل اختي بغينا حتى هو يعدموه. انا طالع مع سوف السوق، خرجت مع ربعة الصباح عليا للسوق، جيت من السوق تغديت، قالوا لي الدريه بنتك، قلت لها فين الدريه بنتي؟ المرا قالت لك ودي راه باقا من المدرسة. وصلت ثلاثة هي الرابعة ما جاتش، تجي عندي واحد المرا قالت لي راه الدريه بنتك الرابعة بواحد الموز، جيت لقيتها مليحة تما كن طايحة. قلت لها صافي مغطينها هذا قاعد بيا ديتين، شكون ضربها؟ قال لك ما شفنا شكون ضربها. أنا اليوم كنطالب حقي، هاد السيد اللي ضربها يموت، هاد السيد باقي هو هذا، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله ينصر هاد الناس اللي وقفوا معنا مولا الجماعة. راه اه كاين شي شهيد شافوا شي حاجة؟ لا مع راه مع ثلاثة راه تلقى، راه هذا هما كاين تلقى على صحاب تلقى، هما كيلقوا عباد الله، وبلاد بغادي يزيد راه الطاكسي تغيط عليه نهار ديك وش أمر، ما كيسير كيف هاد البلاد هادي، هاد البلاد هادي بلاد الحقرة صافي، بلاد هادي هنا بلاد الحقرة.
شافوا شي حد؟ راه كاع الناس شافوهم. علاش ما فكوش؟ هما من دوين ما كاينش اللي كيفكوا. راه ضربها وهرب وزاد ما كاينش اللي كيفكوا والو. عامل دوين. اليوم الله ينصر سيدنا، حنا عندنا الله وسيدنا. كنطالب حقي من هذا السيد اللي قتل لي بنتي يموت هو. شدوهم لا ما شدوش. باقي. لا بريكال تيقيدوا في داكشي اللي داروا داكشي هما. كيقيدوا في داكشي اللي داروا هما. شنو كطلب حاليا انت؟ كنطلب حقي في بنتي. تعدى عليها يموت هو. والله ينصر سيدنا. دير لي قصيره عندها 13 عام. هادشي اللي كنطلب عليه. تعدى على دريا بنتي يموت. هادشي اللي كاين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.